السلام عليكم، حياكم الله جديد في مقطع ثاني. نايف سلسي معكم، رجعنا لكم مرة ثانية في فال اوت 76. اليوم ان شاء الله نكمل سلسلة شروحاتنا، واليوم موضوعنا راح يكون على الانتليجنت. طبعا الانتليجنت من اهم الاشياء، خصوصا اذا كنت شخص تحب الكرافتينج وتحب الاشياء كثيرة زي السكراب وحاجات زي كذا. فخلونا نخش على الانتليجنت ونعرف ايش هي الانتليجنت مع بعض. طيب هذا هو الانتليجنت في البيب بوي. طبعا شرح الانتليجنت، اول حاجه الانتليجنت اللي هو الذكاء. خلونا نقرا الشرح. انتليجنت is a measure of your overall mental acuity and effective ability to hack criminals, the condition of durability of item that you can craft and the return you get from scrapping. اول حاجه انه تعرف الانتليجنت ياثر على الهاك تيرمينال عندك سكيلز. طبعا الهاك تيرمينال انه تهكير الكمبيوترات في اللعبه هنا، والكونديشن والدربيليتي جوده السلاح وطاقه السلاح لما تسوي له كرافت، لما تسوي له ريبير. وطبعا راح كل ما زادت الانتليجنت راح تكثر الموارد لما تسوي سكراب لايتم. يعني مثلا في علبه مثلا تعطيك المنيوم واحد، انتليجنت عالي ممكن راح يعطيك اثنين او ثلاثه المنيوم زياده. هذا هو الانتليجنت بشكل عام. طيب اول بارك عندنا اللي هو الارمورر. You can now craft advanced armor mod plan require. نجمتين راح يكون crafting armor now costs fewer material. ثلاث نجوم، you craft armor has improved durability. طبعا في كل نجمه تتغير يتغير البارك، لكن في الاساس هو انه يمكنك منك تكرف الدروع، دروع اقوى. طبعا اتكلم عن الدروع الشخصيه، ما اتكلم عن دروع الباور ارمر، لا الدروع اللي تلبسها على اللاعب نفسها. نجمتين راح تقل الموارد حق الكرافت، حقت كرافت الدروع هذه. وثلاثه نجوم راح تزيد الدربيلت اللي هي الطاقه، يعني قد ايش تقدر تتحمل معك الموارد ذي لين ما تنكسر. ولكن خلف بالك انه البلو برنتات تظل لازم، يعني سواء شرط اساسي في اللعبه ما بدك تكرف الدروع الا بعد ما تتعلمها، واذا تعلمتها راح تحتاج البيرك هذا عشان تكرفته. اللي بعده البيرك الثاني، batteries included energy weapon ammo weight 30% less. ثلاثه نجوم راح يكون 90% less. طبعا الانرجي weapon ammo نتكلم على ال ال الرصاص المتخصص في الانرجي ويبن، زي مثلا الفيوجن كور اتوقع انه ينحسب، عندك الجاما، عندك الفيوجن سيل، عندك اشياء كثيره كلها متخصصه في الانرجي. طبعا وزنها راح يقل. والله صراحه البيرك ما هو هذا الشيء الاساسي، لكن صحيح انه الفيوجن كور وزنه عالي، لكن يعني ما راح تحتاج انه اكثر من 5 فيوجن كور في الانفنتوري عندك، فالبيرك هذا مو بحاجه اساسيه صراحه. اللي بعده عندنا الكونتراكتر. صراحة البيرك هذا كويس، ما ادري ما استخدمته حتى اليوم. طيب يقول لك كرافتنج ورك شوب ايتم ناو كوست 25% فيور ماتيريال. نجمتين راح يكون 50%. طبعا زي هو مكتوب انه لما تكون عندك ورك شوب وتبغى تكلفة حاجات راح تقل الموارد، تكلفة الموارد اللي سواء تبغى تبني جدار، تبغى تبني توريت، تبغى تبني جنريتر او ايا كانت. البيرك ما قد استخدمته حتى اليوم، لكن صراحة ما واجهت مشاكل مع الموارد، لأنه لما تلعب كثير راح تجمع موارد كثيرة. لكن يظل البيرك شيء إيجابي، إذا تحب تأخذ كم وركشوب تستحلها ركب البيرك هذا واستفيد من الوركشوب وبعدين تقدر تبعده. Demolition Expert واحد من البركات الأساسية. طبعا يقول لك your explosive do 20% damage. خمس نجوم راح يكون 100% دامج. طبعا اكسبلوسيف هنا راح نتكلم عن كل حاجه متفجر، سواء جرنيت، سواء سلاح اكسبلوسيف، سواء ايا كان فيه انفجار، هذا البيرك يمشي عنه. يعني تخيل بدل الجرنيت حقك يدمج 500 راح يخليه يدمج 1000. البيرك هذا اساسي، لكن مشكلته انه خمس نجوم، فهذا خلف بالك، يعني راح تحتاج خمس، اقل حاجه خمس انتليجنت عشان تستفيد من البيرك هذا 100%. اللي بعده فيرست ايد، واحد من البركات الاساسيه برضه. ستمبك ريستور 15 مور لوس هيلث. ثلاث نجوم راح يكون 45% مور لوس هيلث. الستمباك فعاليته راح تكون اكبر مع البرك هذا، يعني بدل ما تهيلك مثلا 20% مع البرك هذا راح تزيد 45% زياده. البرك جيد صراحه، الستمباك شيء اساسي في اللعبه، والبرك هذا برضه شيء جميل. البرك اللي بعده متخصص في الباور امر، فيكست
fix it good, you can repair armor and power armor to 130% of normal maximum condition. ثلاثة نجوم راح يكون 200%. طبعا زي مكتوب الارمر والباور ارمر، يعني يمشي على الارمر العادي ويمشي على الباور ارمر. يعني مثلا الدربلتي حق الخوذه حق الباور ارمر عندي 100%، مع البرك هذا راح تزيد 200%، يعني ما راح تنكسر بسرعه، راح تتاخر بشكل كبير. والبرك مره ممتاز صراحه، البرك اساسي. ركب البرك هذا، تسوي كرافت، تسوي ريبير الارمر حقك، بعدها تباعده، راح ترتاح صراحه. اللي بعده عندنا الجان سميث، واحد من البركات الاساسيه في الكرافتنج. جان بريك 10% سلور اند يو كان كرافت تير 1 جان، 5 نجوم 50%، ويو كان كرافت تير 5 جان. طبعا في بعض الاسلحه ما يمديك تكرفتها، ليش؟ لانه تحتاج خبره في الكرافتنج في الاسلحه. طبعا جان سميث، الجان سميث يشمل بس الاسلحه، الجان المسدسات. تظل البلان او البلوبرينتات شيء اساسي، لكن برضه ما راح يمديك كرفته الا مع البيرك هذا. كل ما زاد الليفل حق السلاح، كل ما زاد قوه السلاح، كل ما زاد المتطلبات حق البيرك هذا. يعني لازم مثلا نجمتين راح تكرفت اسلحه شويه، يعني ما هي هذيك القوه. 4 نجوم 5 نجوم اكيد راح تكرفت اسلحه الاقوى، ليفل 50 ليفل 45 وزي كذا. يعني لايسن بلامبر، يور بايب weapon break 30% more slowly and are cheaper to repair. طبعا البرك هذا متخصص فقط في البايب ويبن. مكتوب انه اي سلاح بايب، الاسلحه البايب، الاسلحه اللي نتكلم عن الاسلحه ابو الكلبيه حاليا، راح ما تنكسر بسرعه، وفي نفس الوقت الصلاح حقها رخيصه. يعني هي البايب ويبن من غير الريبير حقها مره رخيص. البرك هذا انا اقول لك صراحه لا تضيع اي نقطه عليه، ما يستاهل ابدا. Makeshift Warrior، Melee Weapon Break 10% slower and you can craft tier 1 melee weapon. 5 نجوم راح يكون 50% slower، راح يكون tier 5 melee weapon. البيرك ممتاز خصوصا اللي يلعبون ميلي ويبن. اول شيء انه راح يمكنك كرفت اسلحه ميلي قويه، لكن هذا مو المهم. المهم انه الاسلحه الميلي ما راح تنكسر بسرعه، راح تقل نسبتها يعني 50% يعني قبل ما تنكسر، فشيء جميل صراحه. زي ما قلت البرك هذا يفضل اذا انت تلعب ميلي ويبن. البرك هذا لا تنسى انك تركبه دائما. اللي بعده عندنا نيرد ريج، وايل بلو 20% هيلث اجين 20 دامج ريزيست و10% دامج اند 15% اي بي ريجينيشن. طبعا هذا نجمه واحده، ثلاث نجوم 20 هيلث 40 دامج ريزيست 20 دامج و15% اكشن بوينت. البرك مره ممتاز. طبعا البرك هذا ما يشتغل الا هيلثك، اذا نزل هيلثك عن 20% راح يعطيك 20 راح يعطيك انا اتكلم على ثلاث نجوم، راح يعطيك 40 نقطه دامج او دامج ريزيست، وراح يعطيك 20% دامج زياده، وراح يعطيك 15 اكشن بوينت. ويبن ارتيزن، يو كان ريبير اني ويبن تو 130 اوف ماكس نورمال ماكسيم كونديشن. ثلاث نجوم راح يكون 200%. البرك اساسي اساسي، انا اقول لك صراحه مكتوب ويبن، يعني يمشي على كل الاسلحه اللي معك. ركب البرك هذا لما تصلح سلاح، ركب البرك هذا وروح سوي ريبير للسلاح اللي عندك. الكونديشن حق السلاح هذا، يعني طاقه السلاح راح تزيد، يعني كانك مكربت سلاحين نفس مع بعض، يعني ما راح ينكسر لك بسرعه. فعيد وكرر، البرك مره رهيب ومره ممتاز واساسي في اللعبه. البيكر اللي بعده عنده ريكينج بول، يو ديل 40% دامج تو وركشوب اوبجكت. ثلاث نجوم راح يكون 120% دامج تو وركشوب. انت تحب تخرب على الناس شغلهم في الوركشوب، البيرك هذا مناسب لك، راح يمكنك ان يعني راح تدمج الاغراض اللي بنوها اللعيبه الثانيين في الوركشوب 120% زياده. فزي ما قلت، اذا حاب تخرب عليهم وتحب تستولي على الوركشوب حق شخص ثاني، البيرك هذا ممتاز. طيب نرجع لكرافتن عند الكيمست، يو جيت دبل ذا كوانتيتي وين يو كرافت كيمست كيمز. طبعا البيرك هذا ممتاز، نجمه واحده، لما تكرفت اي حاجه في الكيمستري، سواء ستيم باك، سواء تسوي سميلتنج، سواء اي حاجه، راح يجيك الدبل. يعني بدل ستيم باك 2، بدل راد اواي 2. فالبيرك رهيب صراحه، يعني يستاهل والله، يعني نجمه واحده بس وفي فائدة كبيرة زي كذا. فنصيحة انها تاخذ البيرك هذا.
طيب عندنا واحد من البركات الأساسية، ولازم لازم تطور تطور البرك هذا إذا أنت تبغى تختم اللعبة. عندنا أول حاجة الهاكر راح يمكنك راح تكسكل واحد راح تمكن إنه تبدأ تهكر الكمبيوترات، لكن في بعض كمبيوترات سكيل 2 في بعضها ثلاثة، فراح تحتاج الهاكن إكسبرت وهاكن ماستر. نشوفه دحين مع بعض. هذا الهاكر العادي، وهذا الهاكر الثاني اللي هو الإكسبرت هاكر. راح لما تكون مع بعض راح يصير عندك نقطتين هاكينج سكيل، وتقدر تسوي هاك للترمينال أسرع أو أجهزة أكثر يعني. وهذا الثالث والأخير اللي هو الماستر هاكر، راح يكون ثلاثة هاكينج سكيل لما تدمجهم مع بعض كلهم، وراح زي ما قلت راح تكون الهاك عندك أسرع، وراح يكون عندك تقدر تهكر أي جهاز في اللعبة. أنا حاليا أعلى جهاز راح يكون ليفل 3، فزي ما قلت الهاكينج شيء أساسي في اللعبة. اللي بعد عندنا سكرابر، هذا البرك الأخير. obtain more competence when you scrap weapon and armor. طبعا لما تركب هذا البرك مثلا تبغى تسوي سكراب للسلاح عندك، يعني السلاح هذا بدل ما يعطيك 2 ستيل ممكن يعطيك 4 أو 5، أو مثلا يعطيك 5 ليذر ممكن يعطيك 7 أو 8 ليذر، حاجة زي كذا. تعتمد على الانتليجنت عندك برضو، تعتمد انه فعلا البرك هذا شغال او لا. اختبرناه اول قبل كم ابديت وللاسف ما كان شغال، اتمنى انهم صلحوا البرك هذا. اللي بعد متخصص في الباور ارمور برضه. بيربل باور اول باور ارمور بارز اند تشيسس ويت ار ريديوس باي 25%. صراحه لا تضيع اي نقطه على البرك هذا. طبعا المكتوب انه القطع الباور ارمور والباور ارمور تشيسس نفسه الفريم حقها راح يقل وزنها، لكن انت لما تلبس الباور ارمر الاجزاء الدروع مثلا الخوذه الصدريه اليد، طبعا وزنها لحالها هيكون ثقيل صحيح، لكن لما تلبسها في الباور شيس هذا المجموع الكلي راح يكون وزنها 10 بس، فلا تضيع اي نقطه على البيرك هذا. لسه في الباور ارمر وعندنا الباور باتشر، يور باور ارمر بريك 20% مور سلولي اند از اند شيبر تو بير. ثلاثة نجيب راح يكون 60% وشيبر تو بير. طبعا البرك هذا مره ممتاز، اغلب الاوقات احنا نلعب في الباور ارمور خصوصا اذا كنت هاي ليفل. طبعا البرك هذا راح يقل تكلفه الريبير حق الباور ارمور الدروع، وفي نفس الوقت ما راح تنكسر بسرعه، فالبرك مره ممتاز صراحه. اللي بعده عندنا الفارماسيست، راد اواي ريموف 30% مور راديشن. ثلاثه نجوم راد ريموف تو راد اواي ريموف توايس اس ماتش راديشن. البرك هذا راح يزيد فعالية الراد واي. صراحة انا عن نفسي ما ادري اشوف الراد واي متوفر بكثرة، يعني غالبا ما يكون في الانفنتوري عندي اكثر 20 وفوق يعني، فما واجهت اي مشاكل مع الراد واي. بالنسبة لي ما ودي اضيع اي نقطة على البرك هذا، لانه صراحة الراد واي زي ما قلت متوفر بكثرة وما يحتاج. رجعنا الباور ارمر وعندنا الباور سميث. You can now craft advanced power armor modes. Crafting power armor now costs for your material. Your crafted power armor now has improved durability. متخصص في الباور ارمر البرك اشوفه جميل صراحه. طبعا راح يمكنك تكرفت مودات للباور ارمر، لكن اكيد البلبرنتات شيء اساسي، وراح تقلل تكلفه الموارد لما تسوي كرافت لاجزاء الباور ارمر، وفي نفس الوقت راح تزيد الدربلتي او الجوده حق الدرع اللي تكرفته. فالبرك رهيب وممتاز صراحه. اللي بعد عند الباور يوزر، فيوجن كور ناو لاست 30% لونجر. ثلاثة نجوم فيوجن كور ديوريشن از ناو دبل. طبعا اذا كنت تعاني من نقص في الفيوجن كور وتشوف الفيوجن كور دائما عندك يخلص، البرك هذا ممتاز. راح الباور حق الفيوجن كور او الفيول الفيوجن كور ما راح يقل بسرعه، يعني زي ما تقول راح يصير استهلاك اقتصادي. فاذا عندك مشاكل مع الفيوجن كور البرك هذا مناسب لك. اللي بعدنا عندنا روبوتكس اكسبرت، هاك ان انمي روبوت فور 25% chance to best fight. طبعا ثلاث هذا نجيب واحده، ثلاث نجيب راح يكون 25%، زي البرك اللي تكلمنا عنه في الكاريزما تسوي تيم للحيوانات. لا، هذا يمكنك انك تسوي هاك للانمي الاليين، نفس الكلام بس اللهم متخصص في الاليين. اللي بعد عندنا الساينس، يو ناو كان كرافت انرجي جن. نجمتين، you can craft rank 1 energy gun mode. طبعا البرك هذا نجمتين بس، ويمكنك انك تكرفت اسلحة انرجي
لكن تظل البلوبرنت اتش زي اساسي. الان ما استخدمته لانه غالبا ما احصل انا الاسلحه جاهزه يعني، سواء ليجندري ولا اي حاجه زي كذا، ما في اي يوم اني فعلا فعلا اضطررت اني كرفت سلاح، فما ادري للان مو بشيء اساسي. Science expert, you can craft rank 2 energy gun mode. Crafting energy gun now costs fewer material. راح يمكنك تكرفت اسلحه انرجي اقوى، وفي نفس الوقت راح تقل التكلفه حق الكرافت الانرجي ويبن هذه. صراحه نفس الكلام، بس يعني لو كان البيرك هذا فيه مثلا انرجي دامج انكريس او حاجه زي كذا كان ممكن يستاهل، لكن بدون اي دامج ما اشوف ان البيرك هذا يستاهل. لسه في الانرجي ساينس ماستر، يو كان كرافت رانك 3 انرجي جن مود. Your crafted energy gun have improved durability. راح تزيد الجودة الساينس أو الانرجي جن هذه اللي تكرفتها. طبعا زي ما انتم شايفين في عندنا الساينس العادي، عندنا ساينس اكسبرت وساينس ماستر، لكن للأسف ما في انكريس دامج، فعشان كذا أقول وكرر أن البرك مايسته. اللي بعد عندنا stabilize. Empower armor. Heavy gun gain more accuracy and ignore 15% armor. ثلاثة نجوم راح يكون heavy gun gain excellent accuracy and ignore 45 armor. طبعا زي ما انتم شايفين هتكلم عن الهافي gun سواء explosive او لا، راح تزيد الدقة في لما تكون في بار armor وتكون ماسك سلاح heavy، وفي نفس الوقت راح تسوي ignore armor للانمي اللي ضدك. البرك انا ما جربته بس صراحة شكله رهيب ويخوف صراحة. وبكذا وصلنا نهاية المقطع. أتمنى الشرح هذا فادكم. اكتبوا في التعليقات إذا مثلا في نقطة كانت ما هي واضحة، أو بيرك ما شرحته زين، أو حاجة زي كذا، أو إذا كان عندكم سؤال على اللعبة بشكل عام، وإن شاء الله شرح أني أجاوبكم بأسرع وقت ممكن. إذا أنت مشاهد جديد وحاب تشوف مقاطع أكثر عن فالاوت 76، يا ليت تضغط زر الاشتراك، وإن شاء الله راح يوصلك كل ما هو جديد وكل ما مفيد في اللعبة. أنا أبسنسي معكم، ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقطع ثاني. السلام عليكم.